أنتقل إلى السيدة لينا قنوع وهي محللة الأسواق العالمية في إيكويتي جروب للحديث عن العالم وما يدور فيه. أهلا وسهلا لينا. دعينا نبدأ بالاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه المزمع والذي تنتظره الأسواق بشكل أو بآخر، ونقف على اتجاهاته واتجاهات البنوك المركزية في العالم فيما يتعلق بالفائدة رفعها أو إبقائها ربما لفترة مقبلة. نعم، أهلا بك. طيب، بالفعل هناك ترقب للحدث الأبرز للفدرالي الأمريكي الذي يبدأ اليوم وينتهي غدا، بالتالي التوقعات تشير إلى تقليص برنامج شراء الأصول البالغ 120 مليار دولار شهريا. هل الفدرالي الأمريكي في ظل ارتفاع عدد الإصابات في الولايات المتحدة الأمريكية ربما تكون سياسته تكون أقل تشددية ونتيجة الأزمة بثاني أكبر شركات العقارية في الصين إيفرغراند، هل سيكون هناك يعني ربما تغيير في لهجة الاحتياطي الفدرالي وتكون السياسة تسهيلية؟ بالتالي هذا المرتقب، وأيضا نترقب عدد من البنوك المركزي الياباني متوقع أن يبقي على سياسته النقدية وسياسته التحفيزية كما هي وعلى أسعار الفائدة السالبة، وأيضا عدد من اجتماعات البنوك المركزية الأخرى. بالفعل الترقب للترقبات لهذا الاجتماعات البنوك المركزية تعتبر مهمة هذا الأسبوع، وشهدنا تراجع في شهية أخذ المخاطر والتراجعات لأسواق الأسهم الأمريكية بشكل كبير. نحن نتحدث عن مؤشر، لدينا مؤشر داون جونز تراجع بشكل كبير، وأيضا جميع المؤشرات تراجعت بشكل كبير. نحن نتحدث عن 35,600 تراجعنا إلى 33,500، 3,000 نقطة تقريبا. يعني هي ربما 8.5%، فهي تعتبر يعني ربما هذه يعني التراجعات تعتبر تصحيحية، ولا أتوقع أن يكون هناك أكثر من 18,250 نقطة لو وصلنا لتلك المستويات التاريخية. فبالتالي تراجعات هي ترقب للبنوك المركزية العالمية وخاصة للفدرالي الأمريكي للأزمة أزمة إيفرغراند التي ربما تتعثر في سداد ديونها البالغة 300 مليار دولار. نعم. وهي تشكل تقريبا 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي. صحيح. في الصين. نعم. لينا، يعني على ذكر إيفرغراند، المؤشرات العالمية لعلها تتداعى بشكل أو بآخر لهذه الأزمة، البعض يشبهها بما حدث في الأزمة المالية في 2008 ليمان براذرز على ذات النسق بأنها شركات الرهن العقاري وما إلى ذلك. هل هناك أوجه تقارب في الأزمتين؟ يعني هناك من شبه أو نفس الذي حصل في عام 2008، لكن أعتقد أنه الأمر مختلف. رغم التعثر في سداد ديونه لديها أيضا كوبونات استحقاق في 23 سبتمبر و 29 سبتمبر، هل ستستطيع الوفاء بسدادها؟ هناك مهلة سداد تقريبا 30 يوم، لكن أعتقد أن الحكومة الصينية لن تدع هذه الأمر لإنهيار أو تعثر مثل شركة من أكبر شركات التطوير العقاري التي تشكل نسبة كبيرة من إجمالي النمو الناتج المحلي. نحن نتحدث عن ثاني أكبر اقتصاد في العالم وهو الصين، ربما انهيار مثل تلك الشركة يعني هناك نقل عدوى منكشفة تقريبا على 250 من البنوك، فبالتالي ربما تنتقل هذه العدوى إلى القطاع المالي والقطاع العقاري. فلا أعتقد أن الحكومة الصينية سوف تسمح بذلك، وأعتقد أن سيكون هناك دعم من قبل الحكومة الصينية لمنع من تعثر تلك الشركة وحدوث الإفلاس، لأنها سوف بالفعل لو حصل أي إفلاس سوف تؤثر بكارثة ليس فقط على الصين وإنما على
على الاقتصاد العالمي بشكل عام، وهذا ما يظهر يعني جليا ونشاهده. نعم. على تداولات الأسواق العالمية بشكل عام والتراجعات التي شهدناها على جميع الأسواق، أسواق الأسهم الآسيوية، الأسواق الأوروبية والأسواق الأمريكية يوم أمس، تراجعات بشكل كبير. شكرا جزيلا لك لينا قنوع، محللة الأسواق العالمية في إكويتي جروب، كنت معنا من عمان.